باش نفتحوا مرة أخرى اليوم ملف رياض الأطفال، وعلى ذكر تكون حاضرة معنا اليوم مدام نبيها كمونة تليلي رئيس الغرفة الوطنية لرياض الأطفال. مرحبا بك، صباح الخير مدام نبيها. صباح الخير لله وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك. نتذكر آخر مرة كنت بحضنا نحكيه على الندوة الصحفية اللي طرقت فيها لعديد النقاط وإشكاليات كبيرة تخص رياض الأطفال ومحاضن الأطفال، وجملة من الإجراءات تقريبا اللي مش عام سنين، تقريبا عندكم عامين وانتم تناديوا وعملتوا مختلف اللقاءات و وزارة المرأة كانت معاكم. نحكيه على تقنين رياض الأطفال، نحكيه على قطاع مهم جدا، وهذا قطاع يهم مستقبل بلادنا ومستقبل صغيراتنا. ولكن آخر مرة كنا نحكيه على تاريخ 26 جويلية، خلينا نبدأ بالأكتواليتي ونحكيه على تكوين وتأهيل العاملين في القطاع. هذا صار ولا ما صار؟ لا، اجتماع 26 جويلية ما صارش، ودعينا إلى اجتماع آخر مش في نفس الإطار. يعني اجتماع 26 جويلية كنا باش نحاولوا نحطوا فيه الإطار اللي باش يتم فيه الدورة الاستثنائية، المدة الزمنية، البرنامج. هذا ما كنا نتصور أنه سيتم يوم 26، إلا أنه يوم 26 تأخر لأسباب نجهلها. قالوا عندهم موعد مع وزارة المالية وتقابلنا يوم 30 جويلية اللي فارز ملفات الدورة الاستثنائية، إلا أنه صار فيه شوية مشاكل ولم تتم فرز الملفات. شوي مشاكل او تعطيلات، خلينا نحكي بصراحه نوعا ما. مدام نجم نقولوا تعطيلات. تعطيلات من اطراف نجم نسوي باش فقط نحكي، ونحن نحكيو على لوتيكا. نحكيو على لوتيكا، هذا مشروعكم، مشروع لوتيكا، واللي وافقت عليه نجم نقولوا وزاره المراه، لانكم قابلتوا مع السيدة الوزيرة، لأنه هي من تبنيت المشروع هذه وهي من وافقت عليه. من اللي وافقت عليه هو في 17 فيفري 2017، وإلى يومنا هذا وهو قاعد الأمور مش ماخذة مجراها، هاو 3 أشهر 4 أشهر يغيبوها ويحذرونها ويغيبونها، يعني مش عارفين الأسباب، ولكن نحسوا أنه في تعطيل وتعطيل مقصود. احنا هذا احساسنا، هذاك احساسكم. باهي ماشي، باش نحكيو ربما شكون الاطراف. على كل نحكيو على رياض الاطفال، هات نحكيو على واقع رياض الاطفال. اليوم احنا نحكيو على معاناه الاولياء في ظل ارتفاع اسعار رياض الاطفال وكيفيه التصدي للمتجاوزين، برغم انه مشروعكم اللي قدمتوه في عديد النقاط مش فقط التكوين، حكيتوا حتى على الكلفه، حكيتوا على الزياده وغيره، وفي الاطار هذايا اعطيتوا جمله من التصورات نتاعكم والاصلاحات. بالنسبة توا للتسعيرة اللي تطالب بها رياض الأطفال، بالنسبة للأولياء صحيح أنها تظهر مشتة، وبالنسبة للولي اللي هو عنده زوج صغار أو ساعات فترقة 3 صغار عندهم في الروضة، فهمتني؟ يعني تعتبر تكلفة باهظة، يعني شهريته الكل باش يحطها في روضة الأطفال. ولكن في الجانب الآخر تكاليف الروضة هي غالية، على خاطر إذا كان باش توفر أنت كل ما هو مطلوب في كراسة الشروط من إطار مختص، من فضاء مناسب، من عدد أطفال بالنسبة لكل مؤطر، التكلفة تتكلف غالية. احنا عملنا دراسة في عام 2003، يعني دراسة طولية 15 سنة في عام 2003، وبينا انه التكلفة بالنسبة للطفل في حدود 165 دينار و700 ولا حاجة، ما نتذكرش بالضبط، ما في الحدود هذه. اذا كان في عام 2003 الطفل كان يكلف 165، فما بالك في عام 2018؟ نجم نقولوا دوبل، صحيح، اقل حاجة الدوبل. دونك هنا الولي نفهموه وأصحاب المشاريع زادة يلزمنا نفهمهم. هوني نطرح سؤال، ما هو الحل؟ احنا اقترحنا الحلول، قلنا أولا بالنسبة لأصحاب المشاريع ماذا بينا يعفيهم من تكلفة العرف شارج باتخونال، ماذا بينا انهم نحيوا لهم هذه التيفيا 7%، لانه هي باش تجي على كاهل الولي هك 7%. ماذا بينا يعملونا هالدوره التاهيليه هذه اللي باش تمكن اصحاب الرياض ضعيفه البنيه من اداره رياضهم بانفسهم،
دونك باش تقل عليهم مصاريف. ماذا بينا انه الدوله تعطي للولي منحه باش ينجم يسجل ولده في روضه. هي فما منح تعطيهم الوزاره على الطريق الجمعيه 25 دينار في الشهر لكل طفل، 25 دينار ما عندها حتى معنى. وزياده على ذلك ال 25 دينار في بعض الولايات ما تمش صرفها من عام 2014، لم يتم صرفها. فهمتني؟ اصحاب الرياض خذوا الاطفال بدون ما ياخذوا هالمساعده هذه. دونك هنا نجم نقول لابد من الانحناء على هالقطاع هذايا الحساس، ولابد من اعطاء حقه. احنا موقعين على مجله حمايه حقوق الطفل في دستورنا على الدوله ان ترعى الطفوله، و و و لنطبق لنطبق كيف نطبق. صحيح هو الدولة توك تمر كما نقولوها بظروف مادية صعبة، احنا ما طلبناش، ولكن الطفولة أهم من كل شيء. خلينا نحكيو بالموجود ونحكيو على الكريتير، لأنه في نفس المنطقة تنجم تلقى روضة تكلف عليه الولية على صغير فقط 300 دينار، في حين تلقى روضة 70 دينار و80 دينار. دونك هذا موجود ونشوفوا فيه. دونك في الكريتير اللي قاعدين تحطوا فيهم مادام باش تراعيوا الفرق هذايا، لأنه نحكيو حتى على تيرم دو كاليتي والظروف اللي موجودين فيها، وإلا أنتم تحاولوا تعملوا المساواة بين جميع الرياض. مساواة غير واردة المساواة، لأنه فما حسب الخدمات اللي باش تقدمها، وحسب الإطار اللي أنت باش تشغله، وحسب عدد الأطفال اللي هي متواجدة في الفصل، يعني كما نقولوها المجموعة اللي يهتم بها الإطار. ما تنجمش تحدد سعر معين. أما احنا شنو اللي طالبنا به لضمان الخدمات؟ طالبنا بتحديد السعر الأدنى. السعر الأدنى باش ما تكونش فيه منافسة غير شريفة. أنا نجي بحديك نحل ب 70 دينار ولا 80 دينار وما نعطيش خدمات للطفل. فهمتني؟ واللي يحب يعطي خدمات باش تكلفوا 300 دينار، دونك في مقابل ذلك المبلغ فما خدمات معينة، والولي يتابع. يعني يشوف. هي الموازنة المعادلة صعيبة. علاش؟ لأنه سامحني وكان نتصرفوا مع صغيراتنا كسلعة، سامحوني في الكلمة. حسب العرض والطلب. دونك وحسب شنو هو شهرية الولي. يقول لك 80 دينار، تقول له هذاك الموجود، انت ب 80 دينار شو انا شنو باش نجم نعمل له ولدك؟ دونك راك باش تلقى الظروف هذيك، حتى لو كان ثم تجاوزات وغيره باش يسكت الولي، يضطر يسكت لانه ما عادش ينجم يعمل هذا الكل. في حين تم عبيد ما نجم عندها فلوس ميسوره، تقول لك انا ونراقب وكل 400 دينار نحطهم لك، نجيك كل نهار وعندي الحق ندخل الروضه ونشوف ونتابعك ونناقشك ونشوف ولدي وين تقدم. ويعني فما النقد البناء، يعني هو النقد السلبي ما يقدمش، من النقد البناء هذا صحيح. في نفس الوقت نحكي على صغير، مانيش نحكي احنا على بضاعه في هذا الكل. هذه المعادله صعيبه، وانتم نتفهم كغرفه وطنيه رياض الاطفال نتفهم، وكانه هذه لازم تكون مسؤوليته ومجهود الدوله، لازم تستثمر، لازم تعاون في الاطار هذا باش لا يتعب لا صغير لا الولي لا زاد هما اصحاب المؤسسات ولا اصحاب رياض الاطفال، لانه هو بطبيعته باش يعيش. هذه قلت لك الطفوله المبكره، لو الدولة تحط شدها عليه وتبدلوا يد المساعدة راه ماهوش باش يتقدم. أنا أعطيك على سبيل المثال الرياض البلدية اللي كانت 342 ولا قداش وصفيت على 42، 300 روضة بلدية سكرت. وما هو سبب تسكير الرياض؟ هو التكلفة. إذا بلدية ما قدرتش على التكلفة فما بالك الخواص. فهمتني؟ الخاص اللي هو باش يحلك روضة باش يعطيك كل ما يطلب الصغير، هي يعتبر مشروع تربوي وتجاري في نفس الوقت. ما نجموش نفرقوا بين هذا وهذا. دونك التكفة باش تكون عالية. هنا كما قلت الدولة لابد من يد المساعدة، وعلى الدولة إرجاع الرياض البلدية هذه الى ان تفتح رياض عموميه. كما تو نمشيو احنا على سبيل المثال في فرنسا اللي هي ديما احنا ناخذ عليها كمثال. هناك مدارس ايكول ماتيرنيل عموميه بكثره، يعني المدارس الخاصه والرياض الخاصه هي القله والاخرى هي الكثره. احنا ما نخافوش فيها الدوله سامحني، لانه راه ثم دراسه ملفات معناتها صغير دوما يتولد ينجم حتى هو في كرش امه هذا اللي قاعد يصير لبرا. تحط له الملف نتاعو باش يلقاو له البلاصه نتاعو من بعد وتعاون الدوله عليه. في محضنا في المحضنا في الكريش احنا ما بين قوسين عشان كان الوزاره تحدثت على الموضوع هذا ولا لا، تمت القيام باستراتيجيه
متعدده القطاعات لنمو الطفوله المبكر. الاستراتيجيه هذه تخدم عليها تقريبا عامين وشاركوا فيها عديد الاطراف منهم البنك العالمي بنك مونديال واليونيسيف وعديد الاطراف. وحسب ما وصلني كمال انه سيد رئيس الحكومه صادق على هالمشروع هذا. ان شاء الله هالمشروع هذا يطبق على خاطر فيه حوصله لي في نقاط معناتها يعني فيه هذا هو بكل صراحه. انا نعطيك الحكايه الوزاره هي لابد خاطر هي المسؤوله عليه. نعم. يعني ما نجمش ناخذ بقعتها هنا ولكن هي استراتيجيه لصالح الطفل والطفوله المبكره. نتخيل ما بانه اليونيسيف وغيره مع بنك مونديال داخلي فيها دونك مشابه للنماذج المقارنه نجم حتى فرنسا وغيره معناتها باش ان شاء الله ان شاء الله هو مشروع هو مشروع بناء وكل واحد جاب من ناحيته مقترحات لفئه الطفوله. من عرفش ان الوزاره ما تكلمتش عليه ولا تكلمت عليه. على العموم انا اعطيت بصمه. المنظمات الدوليه قاعده هي تشوف الوضع وتتابع في الطفوله بتاع تونس وتحب تعاون، لكن الدوله نتاعنا لا ما نقولش ما نقولش يا سيدي. على كل حتى لو كان ثم اقتراحات تقعدوا على الطاوله، لانه اقتراحات في جانب تهم انه الطفوله حاجه مهمه. اقترحنا وعطينا الاقتراحات نتاعنا وكل جانب عطى الاقتراح نتاعه وخدمنا خدمنا يعني بلوتو الخدمه كانت خدمه بناءه وخرجنا بحصيله اللي وافق عليها السيد رئيس الحكومه. اما اذا اللي ما عرفت اكثر تفاصيل الاتصال بوزاره المراه. بوزاره المراه به. على كل انا اتمنى لو كان كل الاطراف تقعدوا على نفس الطاوله. على كل خلينا نقعدوا في رياض ومحضن الاطفال لانه المشروع جاهز وحاضر وانتم عندكم المقترحات الكل وموافق عليه وزاره المراه، فقط قاعده تفعيل وما قعدناش برشا وقت لانه قبيله حتى كي نسال فيك على التواريخ سبتمبر جاي والغونتري جاي معناتها يا حبذا لو كانت الدوره الاستثنائيه اللي انتم تقريبا حددتوها في غضون شهرين على ما اظن لو كان من وقتها في راينا احنا تكون دوم شهرين. معلش في رايهم هما شنو قداش يشوفوها قداش يقيموها. اما احنا علاش عملنا الندوه الصحفيه عملناها في شهر 6 عملناها في 6/6 باش نسبقوا باش نربحوا الوقت نربحوا جوان وجويليا ولكن للاسف ما ربحناش وقت. قاعدين فين احنا في مكانكم. نرجعوا للتسعيره. تسعيره رياض الاطفال حكينا عليها. انتم الحد الادنى حددتوه؟ ما حددناهش. نزلتوا تحبوا تتفاوضوا؟ احنا نحبوا تحديد سعر ادنى وكتبنا السيد وزير التجاره وعلى خاطر هو اللي في يده هذه فما مجله المنافسه. الا انه السيد وزير التجاره ما جاوبناش، عاودنا بعثنا له تذكير ما جاوبناش لانه فيه في القانون هذايا فصل 5 و6 يسمح بتحديد السعر الادنى اذا كان فيه مصلحه للقطاع ولكن لم ياتينا رد. بالضبط. به اوكي. دونك هذه بالنسبه للتحديد السعر الادنى. خلينا نمشيو للمكونين او حتى العاملين في القطاع ونلقاو حتى في الروضه يتبدلوا مكونين، تبدا عندها 4 ومن بعد هذيك ما يلقاوش الاخلاص نتاعهم، بعد يمشي وثما اللي يخلصوا 150 140 120 للاسف. ثما ماكسيموم انا نتخيل انه ما يفوتوش 250 دينار واللي هي ما تنجمش للأسف. تعمل حتى شيء والهما راهم ساعات ميتريز للاسف. هذا ما انتم حطيتوهمش في عين بعين الاعتبار في ملاحظه من ملاحظات كرة الشروط؟ لا هو مش ملاحظة كرة الشروط، هي فما اتفاقية لرياض الأطفال والمحاذن فيه سلم الأجور ويحدد الأجر كم هو من العامل إلى المدير. في الأجر يعني الأجر الأساسي والمنح والكل هذا موجود، ولكن من يستطيع تطبيق هذا السلم نتاع الاجور؟ اذا كان في رياض تاخذ في 40 دينار و70 دينار و50 دينار. ما حتى كما متفقدين انتم كي تمشيو ما يقدروش يعطيك المبررات نتاعو تحشم على روحك ما يقدروش يقول لك انا هاو نعطيك شنو قاعد ندخل هاو الروسيت نتاعي قول لي شنو نجم نعمل به. فوالا وقتها تلقى روحك ما ترقاش كيفاش باش ترد عليه هذه الروسيت كيفاش. دونك علاش انا نقول لك نرجع ونقول انه لابد
من وضع على الدولة أن تضع يدها على القطاع هذا وتساند أصحاب المشاريع اللي هم باعثين تساندهم، لأنه هم أخذوا عليك مسؤولية، يعني توا المسؤولية بتاع الطفولة المبكرة على كاهل الخواص، فهمتني أخت؟ ما فماش حكومي ورياض عمومية، ما فماش حكومية، ما فماش حتى البلدية لا تعتبر حكومية، لأنه فيها كما قلوها خلاص أجر، يعني صحيح اللي هو رمزي ولكن فيه خلاص يعني حكومية. إذا كان أنت القطاع الخاص خذي على عاتقه أنه هو يتكلف بالطفولة المبكرة، مدوا يد المساعدة لها القطاع الخاص، وشجعوا على الاستثمار في القطاع الخاص، وراقبوا الكاليتي شجعوا القطاع الخاص باش يبعث في الإطار هذا، باش كي الدولة تاخذ على عاتقها هذا، باش كي نلقاو تجاوزات كما نشوفها حتى في الأعلام نجموا تتدخل والدولة تجي تعاقب وتعمل قوانين رباعية. انت اذا تخلي سامحني كل شيء مسيب من بعد ما جيش نجم تحاسبه، على شنو باش تحاسبه؟ يقول لك انت لازم تحط له الماكله الفلانيه ولا المستوى الفلاني، انا ما عنديش. وهوني نحكيو على الكاليتي نتاع التكوين، ونحكيو شنو قاعدين نقريو ونعاملوا في صغارنا. كي واحد ياخذ 120 دينار شنو تنتظر منه؟ ولا شيء. ننتظر منه بس يعني العكس ما هو مطلوب منه، لانه باش يخدم وهو مش مقتنع بالخدمه هذيك، مش باش يعطي للطفل اللي هو يستحقه، باش تلقاه يعامل الطفل بطريقه غير لائقه، لانه هو مش مرتاح. يعني فقد الشيء لا يعطيه، اللي فقد الراحه ما يعطيش راحه، ما نجمش حقوق الطفل عليه هذيك يقوم بواجبه، لانه يقول لك فينو حقي انا بالضبط، اعطيني حقي باش اعطي حقوق الناس، فهمتني؟ اذا كان هو فقد حقه كيفاش تحبوا يعطي حق الغير؟ به نختم معك مدام نبيها كمون، انتم ما شاء الله على طول العام وتكونوا حاضرين معنا بالحق مجهودات كبيره ويعطيكم الصحه، وديما قاعدين تحاولوا وتبذلوا مجهودات بين القطاع الخاص بين الدوله وزاره المراه وغين وزاره الشؤون الاجتماعيه، وتعملوا في مشروع قانون. به 26 ما صارش، 30 تعدى، شنو الخطوه القادمه؟ شنو نستناو في وزاره المراه باش تعاود تبعث لنا؟ راسلتوها انتم في الاطار؟ لا ما راسلناهاش. أنا كل شيء عندها، هي تعرف تعرف كل شيء. احنا كي خرجنا نهار 30 كنا نتوقع انه بعد اسبوع باش يتم اجتماع اخر، لم يتم هالاجتماع هذا. نتمنى انه في اقرب الاجال يتم هالاجتماع نتاع فرز الملفات، واعطى كل ذي حق حقه. واللوتيكا خلينا نحكيو على اللوتيكا، يعني منظمه وطنيه، ونحن نعرفوا دور المنظمات الوطنيه. يقولوا المثال دونا سيزار سكيتا سيزار. بالضبط بالضبط. دونك معناتها ما تحبوش القطاع رياض الأطفال يخرج من تحت دين الدولة؟ لا لا لا، قطاع رياض الأطفال هو التويكة كما قلت لك، ونرجع ونقول ممكن الناس يقولوا مدام كامور قاعدة تعيد في نفسها كل مرة نفس الكلام نفس الكلام، هو باش يقعد نفس الكلام نفس الكلام إلى أن نصل إلى حل، لأنه باش نغيروا الكلام لابد من تقدم، لابد من الحصول على مكتسبات لصالح الطفل. طالما احنا هالمكتسبات لن نتحصل عليها فلغتنا ستكون هي باش يملوا من لغتنا على غالب، ولكن لضرورة احكام كما قلوها. بالضبط. يعطيكم الصحه مدام نبيها كمون تليش، وكاليك رئيس غرفه الوطنيه رياض الاطفال، ان شاء الله على الايامات القادمه واحنا على ابواب عوده المدرسيه وغيره، ما نرجو نحكيوا عليه، وباش نحكيوا عليه بالاكيد، وان شاء الله يتحركوا على الاقل هذه. ان شاء الله نتمنى ذلك الكل الاطراف، ولي فايد تونس بالضبط اللي نعرفه، المقدره الشرائيه وغيره، ومسكن يعاني ودخل عليها يد كبير. هنا شفنا اسعار الاضاحي، زاد اللي باعثين رياض الاطفال زاد هما راهم عندهم بتين، راهم يخلصوا، راهم عندهم مصروف وكري وغيره، وزاد الصغير اللي من الحق نتاعو حقه على الدوله نتاعو انه يقرا في بيئه سليمه ويتكون. ان شاء الله الحل يتلقى في الايام القليله القادمه. مشكوره مدام نبيها كموش، كليك على الحضور. لله يعيشك، يومك سعيد.